إعطاء الدواء هو قرار يتخذ داخل العيادة ولمتابعة حالة الطفل، لذلك فالمتابعة المستمرة هي لرصد مقدار التطور في حالة الطفل، مع رصد للأعراض الجانبية لا قدر الله، ووضع خطة علاجية تبدأ من مرحلة وتنتهي بمرحلة. أغلب الأعراض تبقى بعضها إلى فترة المراهقة أو البلوغ، ولكن اتخاذ القرار في استمرار الدواء من عدمه دائما يكون منذ اللحظة الأولى لإعطاء الدواء، بحيث أنه يكون كورس علاج كامل يأخذه الطفل ويرتبط بأهداف الدواء بشكل كامل. فبالإمكان إيقافه لدى بعض المصابين خلال أشهر، وبعض المصابين أكثر من ذلك أو أقل.